المؤرخين قالوا على إخناتون أول الموحدين، لأن إخناتون هو فعلا أول واحد في التاريخ كله ينادي بعبادة إله واحد سماه آتون، ورفض كل الآلهة المصرية اللي كانت موجودة أيامها، وأمر بإزالة أساميها من على المعابد وكتابة اسم إلهه آتون، ورمز ليه بقرص الشمس طالع منه أشعة طويلة، وفي الآخر إيد ماسكة مفتاح الحياة. طبعا الموضوع ده ما عجبش كهنة آمون اللي في طيبة، أصحاب نفوذ سياسي قوي وبيسترزقوا من الموضوع ده جامد، وبدأوا يعملوا ثورة ضده. إخناتون ساب طيبة وخد مركب في النيل وطلع في الشمال في اتجاه المنيا، لغاية ما لقى منطقة جميلة قوي محاطة بجبال زي ما تكون حضنها. استقر هناك وبنى عاصمته الجديدة، وقعد يعبد آتون براحته. كان معاه نفرتيتي مراته، كانت مؤمنة بديانته وسندته، وبنوا العاصمة سوا. بس أنا قريت إنها سابته وتخلت عنه. لا، اللي بيقولوا إنه سابت له البيت غضبانة. الملكة تي حماتها جذرت ابنها إخناتون وقعدت على قلبها أسبوعين واشتغلت لها في شغل الحماتية، اتخنقت منها قالت لها والنبي ما عدلك يا أختي. طبعا الحكاية دي نكتة، بس النكتة لها أصل. إن الملكة تي فعلا راحت زارت ابنها إخناتون، بس في الغالب راحت زارته عشان تخليه يتخلى عن ديانته الجديدة. خافت عليه من ثورة الكهنة، بس في الوقت ده فعلا اختفت نفرتيتي، والحكاية دي غامضة مش معروفة ليه. انت عارف يا عم لطفي، انا كان نفسي جدا يبقى اسمي نفرتيتي. وانا كمان. كان نفسك يبقى اسمك نفرتيتي؟ كان نفسي يبقى اسمي ابو نفرتيتي. خلينا في المذاكرة بقى. قولي لي يا ستي، اسم إخناتون كان ايه قبل ما يعبد آتون؟ أمنحتب الرابع. برافو عليك، أمنحتب يعني ايه؟ يعني أمون سعيد مسرور فرحان. برافو برافو يا ليلى. طيب بعد ما عبد آتون بقى وبقى اسمه أخن آتون، إخناتون يعني ايه؟ يعني آتون راضي. برافو برافو يا ليلى. طيب اسم العاصمة الجديدة لإخناتون ايه؟ تل العمرنة. لا لا يا حبيبتي، ده اسمها دلوقتي اسم المكان تل العمرنة، لأنها كانت ساكنة بقبيلة عربية اسمها قبيلة بني عمران. لا، اسمها أيام إخناتون. أنا افتكرت ثانية واحدة. قولي. ما تقولش والنبي عملوا ثانية واحدة. أخيت آتون. أخيت آتون يعني؟ يعني إيه؟ أنا عارفة بجد، أنا عارفة. أفق آتون. أيوة أفق آتون. برافو يا ليلى، هايل هايل. أنت؟ الرزل وصل. انت تعرفه؟ مش قوي. ده يبقى ابني يا ليلى. ابنك؟ انا اسف جدا يا انسه ليلى، انا فعلا كنت قليل الذوق معاكي. انت يا واد، انت ازاي تبقى قليل الذوق كده؟ ازاي ما تديهاش الكتاب؟ بديها التفسير وانت الكتاب؟ طب هتشتغل ازاي يعني؟ ما هو انا كنت عايز الكتاب عشانها هي برضو، هو مش كان رايح لها؟ بقى هو يبقى ابن حضرتك؟ ده انا كنت غلسه قوي. لا يا حبيبتي، انت مش غلسه، هو اللي صعيدي. بجد صعيدي؟ ايوه، من دشنا مركز جن. ما تعطلناش بقى، ها الأقصر مالها؟ اسمها القديم ايه؟ طيبة. طيب أصل الكلمة ومعناها. لا براح علي يا عم لطفي، أنا مش قدك. أقول لك أنا، أصل كلمة طيبة تا أوبت آي، تا أوبت آي. لما دخلوا الإغريق اتحورت بقت ثي باي أو تي باي، لما دخلوا العرب سموها طيبة. معناها ايه بقى تا أوبت آي؟ معناها مش عارفة. معناها المكان المقدس، عشان فيها معابد الآلهة. انت ما رحتيش الأقصر؟ لا طبعا رحت. شفت معابد الأقصر؟ اه. هي دي، برافو عليكي. برافو ايه؟ هي قالت حاجة؟ طب ما انا رحت معابد الأقصر، فيها ايه يعني؟ يا واد انت، كل الصعايدة تعالجوا الا انت. انا لو منك ارفدهم من الشركة لسوق سلوكه. هو انا اقدر يا عم لطفي؟ ده هو اللي يرفدني، ده انت جمايلك عليا كتير قوي. ايوه ما بتردش ليه؟ مالك مدلدل كده؟ حاسس بغلطتك؟ ها؟ هم اصلهم بقوا غلطتين، بس انا مستعد اعمل اي حاجه عشان انسى ليلى تسامحني. اي حاجه؟ اي حاجه؟ اي حاجه. اعمل لنا شاي بس كده؟ لا مش بس كده، ده اولا. ثانيا
تاخد الورق ده تصوره على منصه الشارع وتقعد تلخص الملزمه دي. انت مش بتعرف تقرا؟ محمود خليك اداب فلسفه جامعه القاهره. قاهره ايه يا بابا؟ عين شمس. مش مهم، المهم بتعرف تقرا. طب ايه اللي جاب الفلسفه للشغل في البيزنس؟ شفت هي بتتلكك دلوقتي عايزه ترفدني. لا والله ما اقصدش. ايه اللي جاب الفلسفه لشغل البيزنس؟ الكوسه يا حبيبتي، الواسطه. انا اعرف محرم بيه رئيس مجلس اداره الشركه، اترجيته يا عين ابني. سكرك ايه يا انسه ليلى؟ من غير سكر خالص. لا حط لها ثلاث معالق. ايه يا عم لطفي، ما انت عارف ده انا هرياكوا شاي هنا. لا المره دي ثلاث معالق عشان التركيز. طب ايه رايكوا بقى عشان اكفر عن كل ذنوبي اروح اجيب لكم طقم عصير من بتاع التركيز؟ ماشي مفيش مانع. بس انا ما بشربش عصير، انا بتاعه شاي. خلاص يبقى كلنا بتوع شاي. بس قبل الشاي بقى تروح تصور الورق وتلخص الملزمه. يلا. تمام يا فندم. وانت؟ تمام يا فندم. مين مؤسس الدوله الحديثه والاسره ال 18؟ You are much better now. Thank you. ايوه يا عم، تلاقيك مش عايز تسيب المستشفى دي خالص. مش عايز اسيب المستشفى ده، انا الود ودي اسيبها النهارده قبل بكره. طب وتلاقي فين دي بذمتك؟ مش خلاص اخدته على بعضه وبقيته عشره؟ شد حيلك بقى يا بابا. بس بقى يا هشام ما تضحكوش احسن، الضحك بيتعب. يا داليا يا حبيبتي، الدكتور قال انه بقى زي الفل خلاص. خلاص يا حبيبي، ما دام بقيت زي الفل روح بقى احجز لنا على اول طياره. يا انا مصر وحشتني قوي. لا يا سي بابا، الكلام ده مش هيحصل ابدا، احنا مش هنمشي من هنا ولا نرجع مصر غير لما حضرتك تخف خالص وتبقى زي الحصان. يا بنتي انا خلاص كرهت الدواء وريحته ومبقتش طايق العقد في المستشفى. طبعا تلاقيك حنيت للملفات وجو المحاكم يا سياده المستشار. هو انت بتقول فيها؟ انا فعلا لما دخلت اوضه العمليات ما طلبتش من ربنا غير اني ارجع تاني البس الروب واقف وسط المحكمه واترافع، وانا بين ايدين الرحمن اكتشفت ان حياه الانسان شيء خطير جدا جدا، لكن تظل في النهاية العدالة الإلهية هي أكبر وأعظم عدالة في الكون كله. يا سلام، أنت أعظم أب في الدنيا يا سيادة المستشار. كتر خيرك يا حبيبتي. بقولك إيه يا هشام، أنت عارف طبعا شارع أوكسفورد ستريت؟ في هناك يا ابني مكتبة كبيرة قوي، أنا هديك أسماء بعض الكتب، يا ريت تبقى تجيبها لي أهو يعني أسلي نفسي بيها بدل ما أنا قاعد كده. تتسلى في كتب القانون يا عم، ارحم نفسك. سيبك منه يا بابا، أنا هجيب لحضرتك كل اللي أنت عاوزه. طب يلا يلا يا ولاد، وروني بقى عرض كتفكم، سيبوني بقى استريح شوية. قولوا لي عاملين ايه؟ مبسوطين؟ ده احنا عايشين في نغنغة، احنا سيبنا الاوتيل يا بابا وخدنا شقة استوديو، ان شاء الله تشوفها لما تطلع بالسلامة. اما الحاجة داليا بقى فايه؟ ما اقولكش بتعمل لنا رز ومحشي وملوخية، انما ايه؟ عاديك ما تطقش تشم ريحتها.